بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم كوره على الهادي. في البدايه مبروك المنتخب الوطني الفوز امبارح على سويسرلاند، خطوه مهمه في مشوار التاهل لامم افريقيا 2019 باذن الله. لكن اصابه محمد صلاح بكل تاكيد خساره كبيره للمنتخب، ومش عارف المعسكر المره دي في حاجه غريبه. استبعاد صلاح محسن واحمد علي بسبب الاصابه، وكمان خروج عمرو طارق ومحمد صلاح مصابين من المباراه، وده بيخليني اربط ما بين اصابات النادي الاهلي واصابات المنتخب الاخيره، واقول هو مش ممكن يكون ارضيه استاد السلام هي السبب في اصابات الاهلي والمنتخب الوطني. كلنا عارفين ان استاد السلام نجيل صناعي، والملعب لازم كمان يترش ميه بكميه كبيره جدا قبل اي مباراه. مش ممكن يكون ده السبب؟ عايزين يا جماعه نناشد كل المسؤولين بعوده المباريات مره ثانيه على استاد القاهره، الملعب الرئيسي للمنتخب الوطني واللي شهد على انتصارات كتيره جدا للكره المصريه، معظم امجاد وبطولات منتخب مصر وكمان بطولات الانديه المصريه كانت على استاد القاهره، فيا ريت الحياه ترجع لاستاد القاهره مره ثانيه. ومن المنتخب الوطني لمباراه كاس مصر، طبعا زي ما شفنا الاهلي بالغيابات المؤثره بينجح في عبور الترسانه. مباراه اكيد بكل تاكيد كانت صعبه في وجود 11 لاعب في الملعب اول مره يلعبوا مع بعض، لكن الاهلي فعلا بمن حضر، واي فريق غير الاهلي بيمر بالظروف دي كان هيودع مسابقه الكاس بدري. ما احنا شفنا الزمالك ومعظم نجومه قصاد مركز شباب مني سمنود، الفريق المكافح اللي يستحق التحيه والتقدير واللي احرج الزمالك طوال احداث اللقاء. وعلى فكره مركز شباب بني سمنود كان ممكن يحقق المفاجاه ويكرر نفس سيناريو مباراه بني عبيد الشهيره، ومحدش طبعا ينسى هدف السيد المندوه او مباراه توليتا ديتشا بهدف اللاعب عبد الصمد. لكن الزمالك قدر انه يحسم اللقاء لصالحه بهدف في الدقيقه 82. كمان من خلال مباراه كاس مصر اثبت كينو لاعب بيراميدز انه لاعب مميز جدا وسوبر كمان، ومن افضل اللاعبين على الاطلاق في الدوري المصري حاليا، وده اللي رجعنا لمعلومه ان الكابتن حسام البدري رفض ضم اللاعب كينو وقت ما كان بيدرب النادي الاهلي. لكن حسام البدري اصدر بيان ونفى الكلام ده، ومن حقه على فكره انه ينفي زي من حقنا ان احنا نصدق او مش نصدق، عادي خالص. لكن عايز اوجه ليه رساله عزيزي حسام البدري، بعيدا عن كينو، هو مين اللي رفض ضم حسين الشحات وقت ما كان في مصر المقصه وكان معروض على الاهلي؟ مين اللي رفض ضم رجب بكار وقت ما كان في الداخليه قبل ما يروح سموحه وكان معروض برضه على الاهلي؟ مين اللي رفض اوتوبونج قبل ما يروح ويتالق مع الاتحاد السكندري؟ هو مين اللي كان السبب الرئيسي في اعتزال نجوم الفريق زي احمد بلال ومحمد شوقي واخرهم العمده عماد متعب؟ هو مين يا كابتن حسام اللي طلب التعاقد مع لاعبين ما تستحقش الانضمام للنادي الاهلي زي اللبناني محمد غدار والليبيري فرانسيس؟ هو مين يا كابتن حسام اللي رفض اسماء لاعبين مميزين وكان عنده اصرار على التعاقد مع شميسلي بيكلي لاعب بتروجيت؟ ما جاتش على كينو يعني، المواقف ما بتنسيش يا كابتن حسام. وعلى فكره هقول لحضرتك معلومه مؤكده، هقول لحضراتكم كلكم يعني، كابتن حسام البدري رفض ضم وليد ازارو بعد ما اتعرض عليه مرتين، لكن كابتن علاء ميهوب اصر على ضمه للفريق. وطبعا منتظرين بعد المعلومه دي بيان تاني للكابتن حسام البدري عشان خاطر ينفي هذه المعلومه. هنروح بقى لاتحاد الكوره برئاسه المهندس هاني ابو ريده. ريت اللي حصل مع الزمالك عشان يتجنب خصم النقاط يحصل مع كل الانديه. اتحاد الكوره عمل كل اللي في وسعه عشان خاطر ينقذ نادي الزمالك، تمام؟ رغم انه تخلى عن نادي الاسماعيلي في وقت ازمته سنه 2014 وتم خصم 6 نقاط من رصيده، وده اللي هيترفض بشده في الفتره اللي جايه، لان اللي حصل مع الزمالك في ازمته بسبب مستحقات لاعبين متاخره لازم يحصل مع كل الانديه، حتى لو تحملت خزينه اتحاد الكره الغرامه الموقعه على اي فريق في الفتره اللي جايه. اتحاد الكره النهارده انت وقفت جنب الزمالك، وعلى فكره دي حاجه كويسه، لكن في المقابل هتقف جنب كل الانديه، جنب كل الانديه. بس بجد بقى عندي قناعه كبيره جدا ان الاسماعيلي بيتعرض لظلم كبير، مع انه فريق كبير وعنده قاعده جماهيريه كبيره، ملايين بتشجع الاسماعيلي وملايين بتحب كوره الاسماعيلي،
لكن في كل ازماته ما فيش حد بيقف جنبه، ده كمان بيتحرم من حقه. هو مش الاسماعيلي كان من المفترض انه يلعب مباراه السوبر المصري السعودي بدل من الزمالك، خصوصا بعد اعتذار النادي الاهلي بطل الدوري؟ هو مش الاسماعيلي تعب وكافح وحصل على المركز الثاني في الدوري؟ هو ده تمن اجتهاده وتعبه يتحرم من لعب مباراه السوبر المصري السعودي واللي يلعب مكانه صاحب المركز الرابع؟ رسالتي لاعضاء اتحاد الكوره، انتم مسؤولين عن كل الانديه مش نادي واحد، انتم مسؤولين عن تطبيق العداله في كل المسابقات، لان اذا غابت العداله انتشر التعصب. كمان بمناسبه بقى التعصب، في مواقف كده من احد رؤساء الانديه هتكون سبب كبير جدا في التعصب، لان في الوقت اللي بيعمل فيه حاجات هزليه مش حابب اتكلم عنها الصراحه، اداره الاهلي تعمل في صمت. والصمت هنا عمره ما كان خوف من الرد على المهاترات اللي بتحصل دي، لكن اداره الاهلي غير، وصدق اللي قال الاهلي اداره. ولما الاهلي يترقصوا اسطوره كبيره ورمز كبير بحجم الكابتن محمود الخطيب، يبقى ما ينفعش ينزل المستوى المتدني ده ويرد. اعمل ما تشاء، لكن الاهلي بادارته وجماهيره هيفضل في حته ثانيه خالص مش هتقدر توصل لها. لو قدرت توصل للنجمه اللي في السنه دي، يبقى انت تقدر توصل للنادي الاهلي. هفكركم بقى بمسابقه برنامج كوره على الهادي برعايه قريه كاريبيانو بيتش. من اللاعب الذي اطلق عليه لقب مارادونا النيل؟ هنشارك طبعا باجابتنا على صفحه البرنامج على الفيسبوك كوره على الهادي، وصاحب ان شاء الله الاجابه الصحيحه هنختار بقى طبعا من كل الناس اللي هتجاوب في صفحتنا على الفيسبوك، هنختار فائز هيفوز معانا بمفاجاه كبيره جدا من قريه كاريبيانو بيتش. طبعا زي ما انتم عارفين انا اتكلمت في الحلقه اللي فاتت ان هيكون معانا النهارده ضيوفنا من اثليت هوم، واتكلمنا كتير جدا على اثليت هوم. هي ماركه رياضيه مصريه ذات جوده عالميه ما تقلش اي حاجه عن اي توكيل عالمي الصراحه. فهيكون معانا دكتور احمد ابراهيم، وهيكون معانا دكتوره شروق سعيد بدر. لكن قبل ما نرحب بضيوفنا، هنشوف بقى التقرير اللي وعدنا حضراتكم بيه، الفقره التحليليه الثابته اللي هتكون معانا ان شاء الله في كل اسبوع مع اصغر محلل كروي في مصر، يوسف مشهور. هنشوف يوسف مشهور وبيحلل مباراة النادي الاهلي والترسانة الاخيرة في مسابقة كاس مصر، وهنرجع نستقبل ضيوفنا في كرة على الهادي. مساء الخير عليكم، انا يوسف مشهور، هكون معاكم في فقرة تحليلية عن مباريات كرة القدم، وهنبدأ بيها النهاردة بمباراة النادي الاهلي والترسانة اللي خلصت بفوز النادي الاهلي 3-2 على مباراة الترسانة. يلعبها بقدم اليسرى، وادي سويرف، وادي الراسية، وادي الهدف من بدري جدا، الهدف الاول. يا سلام، حلوة 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 حلوة، وشريف شريف بيسجل هدف التعادل. الاهلي بيلعب بطريقة المطر 4-2-3-1، في حراسة المرمى كان علي لطفي، قدامه احمد علاء ومحمود الجزار وصابر الرحيل واكرم توفيق، وفي وسط الملعب كان بيلعب هشام محمد وكريم ماجد، ومؤمن زكريا كجناح هو ومحمد شايف، واحمد حمدي كان صانع العاب، والهجوم كان المهاجم احمد ياسر ريان. كانت في اخطاء للنادي الاهلي زي ايه؟ زي الهدف الاول كان في خطا من اكرم توفيق، هما كانوا يعني خطا كبير، هما لما كان بيعمل كروس اكرم توفيق ما عملش جامب، فادى ارتياحيه لمهاجم نادي الترسانه ان هو يسجل الهدف ده. غير خطا تاني للحارس علي لطفي ان هو اصلا اتردد في خروجه من المرمى، هو كان المفروض يا اما يعمل دور ليجري ويديها البوكس او يمسكها عشان يريح كل خط ظهره. كل ما اتسال ازاي ليه الهدف بتاع ترسانه جه مبكرا كده في الدقيقه الرابعه، وما كانش في انسجام متاخر ما بين اللعيبه، ده سبب دخول الهدف الاول في الدقيقه الرابعه. فبدا اللعيبه تتاقلم مع بعض ويلعبوا بروح الفانيلا الحمراء، فهم بداوا يتاقلموا ويلعبوا الكره من رجل لرجل عشان يعرفوا يلعبوا في الملعب. فقدروا ان هم قدر ان الاهلي يخرج بعد الشوط الاول بتعادل،
1-1 وده كانت نتيجه جيده جدا للمدرب. تعالوا معايا نشرح الهدف الثاني. هنا لعبها محمد شريف خدها شريف اهو عمل شريف رجع الثاني هو خدها محمد شريف بسرعه عشان كان في تاقلم ما بين اللعيبه زي ما قلت لكم اهو اللعيبه بدات تلعب من الكره من رجل لرجل وبداوا يفتحوا لبعض وبداوا يهاجموا مع بعض وبداوا يلعبوا بروح الشمال والحمراء. بدا الشوط الثاني والشوط الاول كان خلصان محله. بدا النادي الاهلي يهاجم زي ما كله كان متوقع. الاهلي بدا يهاجم لحد ما فجاه بالكره طوليه من لعيبه نادي الترسانه راحت قدام فهو كان المفروض صبري رحيل يغطي الكره لكن استغلها لاعب نادي الترسانة. هو المفروض صبري رحيل كان يضغط عليه او يحاول يشتتها يطلع الكره من قبل ما تعمل بند في الارض فهو لم يكن خرجها هو ما كانش هيبقى فيه خطوره او الهدف ليه. حتى ان جاء هدف محمد شريف من اسيست لا ولا اجمل ولا اروع من اللاعب احمد ياسر ريان راحت لمحمد شريف فلقى كل السهوله في ان هو يسجل الكره في الجول. احمد الشيخ عمل كهربا في الماتش غير سيناريو الماتش خالص عمل كان فعال جدا في المباراه ده غير انه سجل الهدف في 8 دقائق بس سجل الهدف الثالث للنادي الاهلي في الدقيقه 88 هيئه على احمد الشيخ بطريقه رائعه وقدر انه يسجل اللاعب احمد الشيخ الهدف الثالث للنادي الاهلي في وقت قاتل جدا طبعا زي ما شفتوا انتهاء مباراه الاهلي بالفوز 3-2 طبعا ان فريق الترسانه طبعا ليه احترام له زي ما شفتوا دلوقتي مكسب النادي الاهلي كان مكسب كبير جدا ورائع جدا ده غير ان كان في حاله ضغط كبيره جدا من نادي الترسانه محمد الشاذلي معلق مباراه مصر الفكريه والنادي الاسماعيلي لا وبقول يعني مش ليه لوحده بس بدل الرساله دي لكل المعلقين اللي ما ينفعش حد يهين فرق حتى لو كانت من الدرجه الثالثه وطبعا انتهت النهارده فقرتنا التحليليه استنوني بقى الاسبوع الجاي مع اصغر محلل كره في مصر يوسف مشهور السلام عليكم.